يا مرحبا يا هلا يا هلا يا مرحبا. تعال 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 الله يحييك. يا مرحبا يا ابو باسل. يا مرحبا يا هلا. شيء جميل ما شاء الله. ايش عيونك عيونك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه الخير. انا رحت جمعيه هنا ما واشتريت هديه لامي، ولما كنت في الجمعيه اتذكرت امي الثانيه ام الشيخ منصور واشتريت لها كمان هديه. طبعا انا دقيت على الشيخ منصور قلت له تعال للبيت وجهزت كاميرات كذا وهو ما يدري، ابغى اشوف رده فعله لما نقول له هذه الهديه لامه. في مشروع في جمعيه لما رحت اشتريت هديه لامي اسمه لاجلك يا امي، هذا بألف ريال. فكرة روعة يا منصور. شوف تدفع 1000 ريال ويعطوك هذه الهدية. إيش فيها؟ تفتح هذه. مشروع عظيم، مشروع خيري. إنشودة بـ1000 ريال السهم في 9 مشاريع. أبشرك أخذت هديتين، واحدة لأمي واحدة لأمك. هذه حقت أمك. تسعة مشاريع، كفالة أيتام وسقيا وإفطار صائمين وأوقاف، كلها في الهدية هذه لأجلك يا أمي. خذها وتذكر أمك بهذه الهدية. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع. يا منيا غاب الدنيا واصدق عاطفة الكون وتفاع حضني يحضني حضن القلب يحضني. وياك يا حبيبي تستاهل. الآن تواصل معنا واطلب هديتك لتصلك أينما كنت في جميع مناطق المملكة.